السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، معاكم وعد، وحشتوني جدا. معلقة هنحطها في الشامبو بدون مجهود وبدون تكلفة نهائي، ان شاء الله هتقضي على فراغات الشعر والصلع، وكمان لو في شيب شعر هينتهي ان شاء الله من استخدامك للمكون ده. لو عايزين تعرفوا معايا ايه حطوا لايك عشان ناس كتير تستفاد وتوصل المعلومة للجميع. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا حبايب قلبي. انا ما كنتش بعمل وصفات لشيب الشعر خالص، لاني انا ما كنتش بلاقي نتائج فعلا في الموضوع ده، لكن بعد بحث طويل لقيت مكون خارق جدا بيخلي مادة الميلانين اللي فقدناها وسببت شيب الشعر اللي هو الشعر الابيض ترجع تاني كما كانت، خلي الشعر اسود جدا جدا اثناء غسله بالشامبو المفضل بتاعك او بتاعك، تمام؟ والصلع لو مش وراثي ان شاء الله هيطلع بسرعه جدا جدا، ومش هيبقى فيه فراغات في الشعر وكثافه وتطويل رهيب جدا باذن الله. بنجيب الشامبو المخصص بتاعنا، واحنا قلنا يا ريت ما فيش شامبو فيه سلفيات، شامبو طبي يا اما طبيعي يا اما جونسون او اي حاجه للاطفال نستعملها، تمام؟ هنعمل ايه؟ المكون اللي معايا هيكون قشور الرمان. قشور الرمان روعة جدا جدا في تحفيز بصيلة الشعر ان هي تندج مادة الميلانين بسرعة رهيبة جدا، بالتالي هتسود لون الشعر وكمان هتحس ان الشعر مسبوغ، تمام؟ طيب مش عايزين نستعمله على الشامبو كله، لان في ناس هتستعمل معانا الشامبو مثلا باخد كمية على قد ما انا هغسل شعري. ناس كتير سألتني الشامبو المفضل بتاعك ايه اللي هو بالاعشاب، وقلت لكم بالجوجوبا، شامبو اعشاب بالجوجوبا رائع جدا جدا. انا هاخد مثلا، بنعمل تيست بسيط اهو، هنجيب الرمان يعني من اي عطار، وشور الرمان او احنا بناكل الرمان، طبعا الرمان موجود بناكله من خلاص بنشف القرش بتاعه في الشمس ينشف خالص، بناخده وبنطحنه بنحصل على بودر. باخد، بص لو احنا عايزين نجيب بقى ازازه شامبو مخصصه لينا بنجيبها وهنا على جنب ونحط فيها الكميه اللي انا هقول لكم عليها. طبعا نطحنه كويس جدا، طحن جيد جدا، عايزاه بودر خالص خالص، تمام؟ عشان ما يبقاش فيه ماده عالقه في الشعر اثناء غسله كده. نعمل تيست اهو. طبعا انا حاطه كميه بس بسيطه يعني مش كتير. طيب انا كده حطيته، ممكن افضل لي ان انا انقعه في الشامبو. باخد 3 معالق حلوين قوي من قشور الرمان، معالق كبيره زي دي كده على ازازه الشامبو، وببتدي انا قلت لازم يتحن كويس اهو، وارج الازازه قبل كل استعمال علشان بيبقى متراكم تحت، من كتر ما هو بينقع اصلا في الشامبو بيدي نتائج افضل واسرع، تمام؟ تغسلي شعرك مرتين في الاسبوع، تغسلي بيه 3 مرات براحتك زي ما بتحبي تغسلي شعرك او تغسلي شعرك، استعمل المكون كده بيبقى افضل لنا بدل ما ننسى كل مره ان احنا نعمل الخطوه دي. نحط الشامبو في علبه مخصصه لينا، سوري، نحط القشور في علبه مخصصه لينا ونعناها على جنب. بنغسل الشعر، بننزل شعرنا لتحت بدماغنا كلها، ونعمل تحفيز للدوره الدمويه، ونغسل بالشامبو ونسيبه لمده 10 دقائق. بعد كده بنغسل شعرنا عادي خلاص، مره على مره على مره، اسبوع ان شاء الله بالظبط هتلاقي الشعر السبخ لوحده وهتلاقي لونه حلو جدا، في مضادات اكسده وفي احماض كتير جدا، في فيتامينات رهيبه بتحفز فروه الشعر ان هي تدي كل الزيوت اللي بتديكي كل حاجه، كل الزيوت الطبيعيه لو نتجت من فروه الراس لوحدها تديكي تطويل وكثافه وتنعيم وعدم تساقط وملء فراغات بسرعه رهيبه جدا ان شاء الله. يا رب النهارده اكون افدتكم، ما كنتش طولت عليكم. شور الرمان 5 جنيه بيديكي حبه كتير كده لو انت مش هتعرفي تعمليه، اي عطار بيتباع عنده. يا رب النهارده ما كنتش طولت عليكم والمعلومه تكون وصلت، ان شاء الله هتلاقوا نتائج مبشره جدا جدا جدا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.